أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. عشية زيارة نائبة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق السويد في الحديدة أمها فيفيان فان دي بيرا إلى المناطق التابعة للشرعية جنوب الحديدة، استهدفت ميليشيا الحوثي مواقع تمركز القوات المشتركة وقتلت جنديا من منتسبي اللواء الثاني زرانيق في محور حيس التحيتة. وقبلها بيومين قتلت ألغام الحوثيين طفلين وجرح ثالثا أحدهم تحول إلى أشلاء شمال مدينة حيس. انتهاكات بحسب مراقبين تفرغ الزيارة الأممية من أهميتها، لأنها تؤكد عجز الأمم المتحدة عن حماية المدنيين وكف أيدي الميليشيا عن قتل الأبرياء سواء بالقنص أو بزراعة المزيد من الألغام أو حتى الحصول على خارطة ألغام واحدة. المسؤولة الأممية قالت إنها ستنقل معاناة سكان الحديدة إلى مجلس الأمن الدولي لتذكر العالم بالظروف التي يعيشونها وفقا لبيان البعثة. السلطة المحلية الشرعية لمحافظة الحديدة طالبت بعثة الأمم المتحدة بفتح الممر الإنساني الرابط بين مديريتي حيس والجراحي، ونظمت جلسة استماع لشهادات ضحايا الألغام. عن جدوى زيارة المسؤولة الأممية لمناطق جنوب الحديدة وكيف يمكن البناء عليها سيكون نقاشنا مع ضيوف زوايا اليوم بعد هذا التقرير. بعد نحو أسبوع على زيارة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق السويد في الحديدة أمها مايكل بيري لمناطق التماس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وصلت نائبته فيفيان دي بيرا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية جنوب الحديدة. زيارة دي بيرا جاءت بعد يومين على مقتل طفلين وجرح ثالث بشظايا ألغام ميليشيا الحوثي التي زرعتها بكثرة جنوب الحديدة وتفتك بشكل شبه يومي بأرواح المدنيين خصوصاً في ضواحي وأرياف مديرية حيس. وفقاً للأخبار المتداولة عن زيارة فان دي بيرا، فإنها تعهدت بنقل معاناة السكان إلى مجلس الأمن الدولي وتذكير العالم بالظروف التي يعيشونها. التعهد الأممي تبخر عملياً عشية هذه الزيارة، إذ استهدفت قناصة ميليشيا الحوثي نقاط تمركز القوات المشتركة في محور حيس الحيمة وقتلت أحد جنود اللواء الثاني زرانيق. السلطة المحلية الشرعية لمحافظة الحديدة استثمرت تواجد المسؤولة الأممية لتجديد المطالبة بفتح الممر الإنساني الرابط بين مديريتي حيس والجراحي، ونظمت جلسة استماع مباشرة مع ضحايا الانتهاكات الحوثية للوقوف على جانب من معاناة المدنيين المستهدفين بشكل مستمر من مواقع الميليشيا في مناطق التماس التي يفترض أنها تحت الرقابة العسكرية والإنسانية من اللجنة الأممية. لكن المستغرب من جهة الحكومة الشرعية تجاهلها للنداءات المتكررة بضرورة اعتماد فرع للمركز الوطني للتعامل مع الألغام، إذ يعتمد المواطنون وأصحاب المزارع على الفرق التابعة لبعض الألوية لتنظيف أراضيهم من الألغام، وهو جهد متواضع مقارنة بما هو مطلوب نظراً لكثافة العبوات التي زرعت في هذه المناطق ولمحدودية الإمكانات المتوفرة للتعامل مع آلاف الألغام ومخلفات الحرب جنوب الحديدة. إذن ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من جنوب الحديدة العميد إبراهيم معصلي قائد محور الحديدة، وأيضا معنا من القاهرة مدير الدراسات بوزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة، وأيضا أمين عام منظمة زرانيق للعدالة الدكتور محمد ناصر مبارك. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. نبدأ مع العميد إبراهيم معصلي. مساء الخير سيد عميد. أهلا وسهلا، حياك الله. نعم سيد إبراهيم، برأيك ما الذي يعنيه بداية استمرار الانتهاكات الحوثية للمدنيين وللجنود في مواقع التماس بالحديدة رغم الزيارات لمسؤولين أمميين هناك؟ حياك الله أخي الكريم وحيا الله للمشاهدين الكرام. الانتهاكات هي لم تتوقف أصلا منذ إعلان اتفاق السويد ومنذ إعلان تكليف أممية في مناطق الحديدة. الاشتباكات تستمر لأن الحوثي لا يتوقف في استهداف القرى القريبة من المواجهات، وطيرانه المسير يحلق في أجواء القرى التي تحيط بالجبهة، وهناك ضحايا شبه يومي بالنسبة للألغام
وطيران المسير الذي يستهدف المساجد والقرى والمدارس لا يتوقف منذ يناير 2019، هو يوم إعلان وصول البعثة الأممية إلى الحديدة. الأصل في البعثة الأممية أنها مزمنة بحسب الإعلان الذي الاتفاق الأممي الذي صدرت به، أنه خلال 27 يوم يتم انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة ومن المدينة نفسها، وتسحب الميليشيات السلاح الثقيل. لكن البعثة الأممية لم تتقدم خطوة واحدة منذ أن وصلت إلى اليمن برئاسة جوفا الهندي إلى مايكل بيري الأخير، ثم إن نائبته الأولى كانت تزور المناطق وتقريبا كانت لها زيارة واحدة. أما البعثة الأممية وجودها في مناطق الحوثي وتعمل في صف طرف واحد، لا تعمل مع الطرف الآخر الذي وقع الاتفاق به والتي هي أصلا في طرفين متحاربين. البعثة الأممية تعمل مع طرف الحوثي وفي مناطقه وتحت ويقود سياراتها المشنجين الحوثيين ويتحركون بها، ولا يسمحون لها بالتحرك إلا وفق رؤيتهم ووفق ما يرونه. لا تحمل مواطن، هناك أكثر من 2000 جريح في منذ إعلان اتفاق السويد إلى الآن، أكثر من 2000 جريح، وهناك أكثر من 1200 مواطن بينهم نساء وأطفال في حيث الدرهمي والتحيتة والجبلية. لا تعمل أي شيء، ولا لا يصدر الأصل أن يصدر بيان مع كل الضحية. هناك انتهاكات يعني إلى يومنا هذا، وميليشيا الحوثي تزرع ألغام في مديرية الدرهمي التي لا يوجد فيها أصلا مواجهات، تزرع ألغام في على طول الساحل الغربي، لا تعمل ألغام بحرية وتهدد البحر الأحمر، وهي في الفندق الذي تسكن فيه هي بعد حوالي 200 متر، فيها ورش الألغام التي تصنع منها الألغام البحرية وتهدد البحر الأحمر أمام مرأة ومسمع العالم كله. نعم، ابقى معي سيد العميد إبراهيم معصلي. مساء الخير سيد وليد الإبارة. مساء النور أخي العزيز. نعم، إذا ما تحدثنا عن ما قالته المسؤولة الأممية لبعثة أمها في الحديدة أنها ستنقل معاناة سكان حيس والخوخة، إلى أي مدى يعني يمكن الثقة في جدوى مثل هذه الالتزامات في ظل استمرار الانتهاكات، وما الجدوى من هذه التصريحات؟ أولا مرحبا بك وبضيوفك الكرام وبالسادة المستمعين. في الحقيقة الأمم المتحدة اعتمدت سردية خاصة بها عن الحديدة والمواجهات التي تجري على طول الساحل التهامي. هذه السردية للأسف الشديد كانت في مصلحة الحوثيين، إذ اعتبرت قبل اتفاق ستوكهولم على أن تقدم القوات التابعة للحكومة الشرعية بأنها عدوان على مدينة الحديدة، وأن دخول هذه القوات إلى المدينة سيعرض المدنيين للمخاطر الكارثية. وهذا وكان لديها نوع من الضغوط التي مورست من قبلها باتجاه اتفاق ستوكهولم الذي نعرف جميعا مآلاته الكارثية، والذي خدم بشكل أو بآخر الحوثيين وجعل هذه المنطقة تحت سيطرتهم، أي أن الأمم المتحدة كانت ضالعة بشكل أو بآخر بإبقاء مواطنين ذو خلفيات ثقافية وسياسية وحتى طائفية ودينية مختلفة ليظلوا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الطائفية والإرهابية. هذا من ناحية، وبالتالي لا أعتقد أن الأمم المتحدة بعد أن شاهدنا المآلات الكارثية لاتفاق ستوكهولم بأنها مستعدة لتغيير سرديتها عن مجريات الوضع في الحديدة، ولكن يمكن أخذ هذا التصريح بأنه بارقة أمل يمكن للأمم المتحدة من خلال هذه الزيارة أن تغير على الأقل القليل من الانطباعات بأنه بالفعل كان اتفاق ستوكهولم كارثة، والركون على ما يقدمه الحوثيين من وعود في لحظات معينة. لكن إذا ما تحدثنا يعني لو قاطعتك، إذا ما تحدثنا عن الحكومة، لماذا هي متمسكة بهذه المعاهدات رغم أن الضحايا من جانبها ومن طرفها؟
طيلة هذه الفترة؟ في الحقيقة الوضع أكثر تعقيدا مما هو واضح في الصورة. إذا شاهدنا إذا تأملنا ما يحدث في الحديدة سنجد أن الجميع تخلى عن تهامة أو عن أبناء الحديدة بشكل أو بآخر. اتفاق ستوكهولم كان تخلي عن أبناء هذه المنطقة وجعلهم يعني تحت نير سلطات الإرهابية الحوثيين. انسحاب القوات المتواجدة في الساحل أيضا من أجزاء طويلة من الشريط التهامي أيضا جعل أبناء هذه المناطق مرة أخرى يعودون إلى جحيم الإرهاب من جديد. وبالتالي سنجد على أنه بالفعل عمليا وعلى الأرض هذه المدينة الأكثر التي يوجد فيها الأوضاع الأكثر مأساوية، سواء فيما يتعلق بالأوبئة، فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فيما يتعلق بزراعة الألغام، فيما يتعلق بالممارسات والانتهاكات اليومية التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية، سواء من قبل الجبايات، الاستيلاء على الأراضي، تغيير الهوية، تغيير الثقافة، وحتى الاستعباد أيضا. إذن هؤلاء الناس قد تركوا بشكل أو بآخر ليواجهوا مصيرهم أمام ميليشيا إرهابية. العالم كله يتفرج على هذه المأساة، وفي الحقيقة لا أعتقد أنه هناك الكثير من الوسائل التي يمكن للحكومة على الأقل أن تقوم بها في مثل هذه الأوضاع بالتحديد. سأعود لك جدا لإحداث أي تغير فيما يتعلق بالواقع. ندرك على أن واقع الحديدة صار واقعا إقليميا ودوليا بامتياز، وأعتقد أنه لم يعد شأن داخلي وليس بالإمكان عمل أي شيء في الوقت الراهن. نعم، سأعود لك سيد وليد الأبارح حول الوسائل التي يمكن أن تقوم بها الحكومة في هذا الملف. مرحبا بك معنا دكتور محمد ناصر مبارك. مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين جميعا. نعم دكتور محمد، كيف تنظر للزيارات الأممية لمسؤولي أنمها للضحايا، سواء لمناطق سيطرة الميليشيا أو مناطق الشرعية، من حيث الأهمية أو الجدوى؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. الحقيقة أنا بس أريد أقارن بين تصريح مايكل بيري السابق، مع أنه هو نفسه تعرض أو أثناء خروجه لزيارة مناطق الصراع تعرض للغم ونجا منه. وتصريحه السابق كان يقول موانئ الحديدة بمثابة شريان حياة لليمن. طيب ماذا بعد ذلك؟ يعني هذا الأسبوع خرج بتصريح جديد قال نحن لازلنا ملتزمين بمواصلة العمل مع كافة الأطراف. كل هذه التصريحات لا تزال مموهة، يعني ممكن نقول أنها تنسجم مع مع أوهام الجماعات الإرهابية. طبعا مش الحوثي فقط، هذا دائما سلوك الأمم المتحدة، تنسجم دائما مع المنظمات الإرهابية، يعني لا ندري لماذا. خليني أقول لك شيء آخر أيضا، لو نقيم ما تقوم به بعثات الأمم المتحدة وما تحققه من إنجازات بعد كل زيارة بناء على التزامات دعم جهود السلام، هذا الكلام يعني موجود في مواثيق الأمم المتحدة، لو قيمنا هذا الكلام سيكون التقييم صفر أصلا. ليش؟ لأن ميثاق الأمم المتحدة في باب دعم جهود السلام وبناء السلام تتمثل في نقاط رئيسة، يعني منها مراقبة وقف إطلاق النار، واحد، نزع الألغام، يعني إلى الآن القناصات شغالة، الألغام تحفظ الأرواح البشر، أطفال، نساء، رجال، أرباب أسر، تسريح المقاتلين أو دمجهم، مساعدة عودة المهجرين، كل هذه الأشياء إلى الآن لم نشاهد أي يعني إنجاز لمنظمات أو للبعثات الأممية القادمة. حتى آخر زيارة الآن، آخر زيارة فقط كل ما قالته هذه نائبة الرئيس قالت سوف أوصل كل ما تقولونه. وسأعلق في الأخير على ما هي مطالب السلطة المحلية الهزيلة. طبعا هذا الإهمال تحمله أولا المنظمات الدولية ثم الإقليمية. طبعا إلا الآن ما زلنا محكومين بالإقليم، الإقليم حولنا وهو التحالف المحلية والمنظمات المحلية سواء الرسمية أو غير الرسمية، كل هذه النتائج يتحملوها هم. لماذا؟ لأننا نسير في مصير مجهول. المدينة الحديدة أصبحت مسرح جرائم للحوثي، أرياف المدن، يعني المدن أصبحت مكان للجرائم، الأرياف أصبحت محارق موت تحصد الأرواح بسبب إيش؟ بسبب الألغام. نعم، ابقى معي دكتور محمد ناصر مبارك. نعود للعميد إبراهيم معصلي. سيد يعني عميد إبراهيم، من الجهة التي يعني إذا ما تحدثنا عن الجهة التي يمكن فعلا لها أن تحمي المدنيين الآن ووضع حد لانتهاكات ميليشيا الحوثي برأيك؟
بسم الله، أسمع الصوت يا أستاذ. لو أعيد لك السؤال عميد إبراهيم، إذا ما تحدثنا عن الجهة التي يمكن لها الآن فعلا حماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات ميليشيا الحوثي في الحديدة. سيد إبراهيم، عميد إبراهيم، هل تسمعني؟ عميد إبراهيم، إذن إلى أن يعود العميد إبراهيم معصلي. سيد وليد الأبارة، إذا ما تحدثنا عن الجهة الآن التي يمكنها فعلا حماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات التي تجري لأبناء الحديدة. أولا حديثك عن الحماية بالفعل جد مهم، وليضح الصورة الكاملة حول هذا المصطلح القانوني، ويعني بدرجة رئيسية القدرة على إنفاذ القانون الدولي الإنساني الخاص بحماية المدنيين. وفي الوقت الراهن من الواضح أن السلطة الشرعية غير قادرة بشكل أو بآخر حماية مواطنيها على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وبالتالي هنا تنتقل الحماية مباشرة إلى المؤسسات الأممية القادرة على حماية المدنيين من جماعة إرهابية تمارس التقتيل والقتل والإرهاب منذ العام 2014 وحتى هذه اللحظة. للأسف الشديد هناك ازدواج فيما يتعلق بتطبيق الحماية أو حماية المدنيين من دولة إلى أخرى. شاهدنا على سبيل المثال حينما كانت الحرب في ليبيا كيف أن المجتمع الدولي شكل قوات سماها من أجل التدخل الإنساني لحماية ما افترضه أن لحماية المواطن في بنغازي، أي أنه افترض دخول قوات القذافي وأنها ستمارس جرائم حرب، بينما الحوثيين على سبيل المثال قاموا بشن حرب اجتياحية من صعدة مرورا بحجة وعمران والجوف وصولا إلى صنعاء، ثم تحركوا عبر مناطق الوسط وصولا إلى عدن وإلى مشارف تعز إلى تعز وإلى عدن. مع ذلك المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا، وبالتالي إذا التطبيق الدولي فيما يتعلق بمسؤولياته تجاه الحماية يختلف من باب لآخر، وهناك ازدواجية شديدة في تطبيق القوانين المتعلقة بالحماية. لكن يعني وليد الأبار، إذا ما تحدثنا حول فعلا يعني مسألة الحماية، ألا يمكن أن يكون للحكومة دور يعني من جهتها في يعني حماية المواطنين وهي تبدو عاجزة الآن عن إقناع المجتمع الدولي بفتح يعني بمعاناة ما يعانيه الناس في جنوب الحديدة الآن؟ أولا سأكون صريحا معك أخي العزيز، الحديث عن قدرة الحكومة على حماية مواطنين تحت سيطرة الميليشيات كلام يحتاج إعادة نظر. الحكومة مسؤولة بدرجة رئيسية. نحن نتحدث عن حيث الخوخة فقط في مناطق الشرعية. أنا أتحدث عن قدرتها على حماية مواطنيها في جميع المناطق التي تسيطر عليها، ولكن هناك مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية ويصعب على الحكومة الوصول إليهم في الوقت الراهن. لو أن موضوع الحماية يعني مرتبط بالحكومة في الوقت الحالي لكان بالإمكان استعادة التراب الوطني برمته وحماية المواطنين، كل المواطنين في مناطق. لكن ماذا عن مواطني المواطنين الواقعين في المناطق المحررة؟ المناطق المحررة بالتأكيد هنا تنطبق الحماية على الحكومة الشرعية من حيث الاصطلاح القانوني طبعا الوطني، ولكن هذه المناطق هي الآن تعد أجزاء كبيرة منها مسرح عمليات. هذه المناطق تتعرض لهجوم لهجمات مستمرة من قبل الحوثيين سواء عبر الطائرات المسيرة وعبر القذائف أو عبر الصواريخ البارسية وأيضا عبر القذائف المدفعية. إذن هذه المناطق تتعرض لقصف شبه يومي وهناك ضحايا بشكل شبه يومي. القوات المتواجدة حاليا على طول الساحل الغربي التابعة بشكل أو بآخر للشرعية سواء قوات العمالقة، قوات حراس الجمهورية أو قوات الحماية أو قوات التهامية، كل هذه القوات تقوم بدور كبير جدا في حماية هذه المناطق وأيضا في تأمين حماية الناس وأرزاقهم وحياتهم الخاصة. ولكن كما قلت لك أخي العزيز هناك هجمات تأتي من وقت إلى آخر، والحوثيين أيضا يمارسون حربين مزدوجة، حرب نظامية تمارسها بعض الوحدات العسكرية التي كانت محسوبة على وزارة الدفاع من حيث التمركز الاستراتيجي والأسلحة التي تمنها بها
من مخازن وزارة الدفاع، وهناك حرب غير نظامية، حرب غير نظامية تقوم بها ميليشيات الحوثي على طريقة الخاصة، هؤلاء مدربون على طريقة ميليشيات حزب الله والحرس الثوري، وبالتالي يقومون بالقتل من أجل القتل بشكل شبه يومي. نعم، إذا سؤال أخير سيد وليد، في حماية وتأمين هذه المناطق، ويجب أيضا من أجل تأمين الناس في مطينة الحدود، هناك حل واحد لا سوى الحل. نعم، هو استعادة لضيق الوقت سيد وليد، تحرير الحديدة لا يمكن تأمين الناس. نعم، لضيق الوقت بدقيقة سيد وليد، لماذا تعجز الحكومة عن إقناع المجتمع الدولي بفداحة ما يجري في الحديدة؟ في إشارتك إلى أن المجتمع الدولي يتعامل بالزواجية مع بعض الدول. المجتمع الدولي لا يتحرك بناء على سرديات الأطراف المتصارعة يا عزيزي، المجتمع الدولي يتحرك والدول تتحرك بناء على مصالحها الخاصة. هناك انقسام فيما يتعلق بما يجري في اليمن، وهناك قوى مؤيدة للحكومة والتحالف، وهناك دول وحكومات مؤيدة لميليشيات إيران، وهي تجد من خلال ما تقوم به إيران في المنطقة فرصة لزيادة مبيعات الأسلحة وفرصة لخلق المزيد من الفوضى والانقسامات. إذن هناك ازدواج لأن الدول تتحرك وفقا لمصالحها لا وفقا لسرديات الأطراف الصراع بدرجة رئيسية، ولا علاقة لما يمكن أن تقدمه الحكومة أو يمكن أن تقوله. هذه الدول تتحرك بناء على مصالحها. نعم، شكرا لك وليد الأبارة، مدير الدراسات بوزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. دكتور محمد، يعني إذا ما تحدثنا عن 20 لواء الآن متواجد في الحديدة ومناطق تخضع للشرعية تتبع الشرعية، ما جدوى هذه اللواءات ولا تستطيع أن تحمي المدنيين؟ بس بعلق شوية كذا على قضية حماية المدنيين، لأن هذا يخص المنظمات. في جانب آخر غير الالتزامات الدولية اللي هو اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم لا يفرق بين مناطق تحت سيطرة الحوثي ومناطق تحت سيطرة الشرعية. الأصل أن الاتفاق ملزم للأطراف المتصارعة وبإشراف الأمم المتحدة. مع أني أنا أريدك تسأل العميد مأصل، لأني دائما أسمعه يكرر في منشوراته أن أكبر مشكلة وقعت فيها الحديدة هو هذا الاتفاق، ويجب على جميع الأطراف المطالبة بإنهاء كل كافة أعمال اتفاق ستوكهولم. بالنسبة للألوية الموجودة في تهامة، أعتقد هو عمل عسكري حق من حقوق المقاومة، وضمن سلوكيات وضمن مبادئ حماية المناطق وضمن حقوق الدفاع عن النفس. كل هذه الأشياء تجعل من هذه الأشياء مهمة عسكرية. أعتقد هذا كان سيجيبك عليها العميد معصم، لكن نعم هو معي الآن، عاد إلينا. دعني أسأله نقطة واحدة. نعم تفضل. ليش نحن دائما نركز على قضايا الحقوق والالتزامات الدولية؟ هذه الجماعة هي لديها سلوك انتقادي إجرامي، وآخر مرة آخر الاجتماع لمجلس الأمن أعاد العقوبات أو مدد العقوبات للإرهابيين الذين يمارسون ويستخدمون الأسلحة. هذه الأشياء تجعل بأن تعطينا مضامين مهمة جدا، وهو أن هذه الجماعة لديها سلوك إجرامي لم ينتهي إلا بانتهاء كافة أعمال اتفاق ستوكهولم وتحرير الوطن، حتى ولو اقتضى الأمر يعني عسكريا، وهذا نعم. الكلام يعني موجود ضمن قوانين الدولية. لكن نحن في منظمة زراني نخاطب الضمير الإنساني، المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، ونحملهم نتائج ما يحصل من مصير مجهول ينتظر هذه المدن والأرياف والناس والبشر، يعني تعليميا صحيا بشريا كل هذه الأشياء. نحن نضع هذه المشاكل أمام المنظمات الدولية ونقول لهم ما عدنا عاد نقلق من الصمت الدولي والممثل بالمبعوثين، صرنا نقلق من قلق الأمم المتحدة وزياراتهم المتكررة دون أن يجيب يعني دون أن يخرجونا إلى طريق. نعم، ما خرجنا إلى طريق لحد الآن. دعني أنتقل للعميد إبراهيم معصلي. سيد عميد إبراهيم، هل أنت معنا؟ نعم. إذن الحديث، دكتور محمد تحدث عن هناك ألوية 24 لواء في الحديدة تتبع الشرعية ولا تقوم بدورها
بحماية المدنيين، ما هي الخيارات الآن في ظل هذا اللوم لاتفاق ستوكهولم وأبناء الحديدة يقتلون؟ بالنسبة للمقاومة المشتركة والألوية العسكرية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتحمي المواطن وترد على ميليشيا الحوثي وترد على مصادر من إيران التي تنطلق من أكيد يعني هذا بدون كلام، لكن هذه الألوية العسكرية هي ألوية جيش وليست عصابات مثل الحوثي، لا يمكن أن تتطرق لأنها تتبع تعليمات و وحدات عسكرية منتظمة وتتصرف وفق تعليمات الدولة تلتزم بالاتفاقيات الدولية المنعقدة، ولكن وفي حال صدرت التهديدات لن يتأخر الناس في تحرير الحديدة، والألوية العسكرية هي تتحرك بأوامر عسكرية تشكيلات عسكرية منتظمة. أما بالنسبة للحوثيين فهم يعني عبارة عن جماعة مسلحة قد يصدر الأمر من آخر عسكري أو آخر تصادم منهم ويقوم بهجمات على القرى المجاورة. بالنسبة للبعثة الأممية نريد أن نسأل أنتم في الإعلام ونسأل ويتساءل الشعب اليمني ونحن أبناء الحديدة ما هي الخطوة التي تقدمت فيها هذه البعثة الأممية من وصولها إلى الآن؟ لا هناك بنود وهناك وقت محدد لتنفيذ هذه البنود، لم تعمل أي شيء. البعثة الأممية هي الآن بعد انتهاء عملها في الإشراف الشكلي الذي كان يدور على الموانئ هي تريد أن تنتقل إلى مناطق الشرعية لأنها كانت بعد مقتل عضو الارتباط الشهيد أكرم الصليحي رحمه الله ولم تقم بإسعافه وجلس ينتظر الطائرة الأممية أكثر من 17 يوم أو 12 يوم لم تسعفه ولم تحدد من الجهة التي بالرغم أنه كان تم قمصه بوجود المراقبين الأمميين وقناص حوثي قمصه في مركز الرقابة غريبة يومها لم يحدد من هي الجهة التي ولم يدين الحوثيين بالنسبة لمقتل العقيد الصليحي رحمه الله. نعم. البعثة الأممية هي الآن مهددة في إجلاءها من الحديدة لأن الحوثي انتهت كل تدريراتها لصف الحوثي والآن لا يريدها ولا يوجد لها أي شيء أي فائدة عنده. هي كانت مصدر دعم لزراعة الألغام وكانت تصدر بيانات بأن الميناء خالي عسكريا بينما الأسطول الخامس في كل أسبوع وفي كل 10 أيام يضبط سفينة وجهتها إلى الحديدة وهذا التناقض الغريب الذي نسمعه في الأخير هم يريدوا أن تكون في المحافل الدولية أن لديهم بعثة أممية في اليمن نحن أبناء سهامة لا نرى لها أي وجود، لم تخدم المواطن ولم تكن من أجل رفع معاناة السكان المحليين، بالعكس هي أصبحت الحوثي يعني غطاء للحوثي لتهديد البحر وتهجير السكان. الآن الدرجمي وهنا السؤال سيد عميد إبراهيم، هنا السؤال يقول أن الأمم المتحدة لم تلتزم يعني بما هي عليه وأيضا الحوثيين استمروا في الانتهاكات، لماذا الجيش يلتزم بالقرار العسكري والهدنة والاتفاقات؟ لأن الاتفاق لا يوجد له ضمانات أممية، حدث اتفاق شكلي لم يشارك فيه حتى أبناء المنطقة وكان الاتفاق يعني في ساعات لا نعرف ما هو الغرض. الآن الحكومة ومدير القيادة الرئاسي قد يستخدم يعني إذا استخدم ورقة البعثة الأممية وورقة الحديدة وترك كل الأوراق اللي في يعني في وكل الضغوطات وضحت الحديدة تكفيه أن يمارس أكبر ضغط وضحت فكرتك لم تنفذ الأمم المتحدة أي شيء. نعم شكرا جزيلا لك العميد إبراهيم معصلي قائد محور الحديدة كنت معنا من جنوب محافظة الحديدة، وأيضا الشكر موصول لأمين عام منظمة زرانيق للعدالة الدكتور محمد ناصر مبارك، وأيضا الشكر للسيد وليد الأبارة مدير الدراسات بوزارة حقوق الإنسان كان معنا من القاهرة، وبهذا نصل وإياكم الختام هذه الحلقة، لكم التحية مني ومن معد الحلقة وديع عطاء وفي أمان الله.